بالقاس ولد احمد رئيس المشروع الغاز الطبيعي تونس مزارت. اليوم الحمد لله السيد الوالي اشرف على انطلاق تسريح الغاز في الجزء الممتد ما بين الممطوح وزرجوله، اللي من هو باش يتم تزويد المناطق البلديه تاع مزارت الشرقيه، وان شاء الله احنا تو في البوست كوبير تاع الممطوح بدينا نعمل في الإجراءات السلامة قبل وضع الأنبوب تحت ضغط الغاز ولا أجكتي لازوت، وإن شاء الله كل شيء محضرين بالباهي، وإن شاء الله ربي بحاله ويوصل الغاز إن شاء الله بكل سلامة إلى جرزولة، ثم سيتم توزيع الغاز في مرحلة قادمة. وبعد المرحلة هذه باش يتم تتابع على تزويد كل فرع من الفروع على القناة الرئيسية المبولة من المناطق البلدية، مثلا غار الملح، رأس الجبل، منزل جميل، قلعة الأندلس، تباعا حسب الظروف التتمة الأشغال في كل مرحلة.